اهلا بكم من جديد في هذه التتمه ديال الدرس ديال زحزحه القارات. في الفيديو السابق شفنا لي زارغومون دو لا تيوري دو لا ديريف دي كونتينون، الادله ديال زحزحه القارات، وكنا شفنا لارغومون مورفولوجيك، لارغومون باليوتولوجيك، لارغومون جيولوجيك. دابا غادي ننتقلوا من اننا نهضروا على زحزحه القارات او لا ديريف دي كونتينون باش نوليو نهضروا على مفهوم جديد هو تكتونيه الصفائح او لا تكتونيك دي بلاك. باش نهضروا على تكتونيه الصفائح غادي ندرسوا توزيع ديال الزلازل والتوزيع ديال البراكين في العالم. Donc, comme on a dit, on ne va pas parler tout le temps de la dérive du continent, mais on va parler d'un autre terme, la plaque, ou la safiha al-sakhriya, la plaque lithosphérique. La notion de plaque lithosphérique, mafhoum safiha al-sakhriya, bach nebni mafhoum safiha al-sakhriya, on va étudier la répartition mondiale des volcans et des séismes. Les séismes ont zalazil, les volcans ont al-baraki. Adin chouvou l'kharita bien touzi al-zalazil. La carte de répartition des séismes aura une particularité mada nolahi. Et dans cette carte, à dire que nous voyons, كنلاحظوا باللي الزلازل والبراكين تتوزع بطريقه اللي هي منتظمه او لا اوموجين. هذه اول فكره. لي فولكان اي لي سيزم سون ريبارتي، دونك ايل سون ريبارتي باردون دون فاسون اللي هي اوموجين. Il en fait tariqa liya muntadima d'une façon homogène. D'abord, le sual comment kayfa tatawazza hadi zalazil wal barakin. Idan kanlahdou bli zalazil wal barakin tushakkil khutut mughlaqa. Donc, selon des lignes fermées qui délimitent des zones stables. Donc, la répartition mondiale des séismes et des volcans. Je fais une carte. Les séismes, zalazil wal barakin, ils sont répartis d'une façon homogène, mutajanisa, yani laysat ashwaiya, selon des lignes fermées, khutut mughlaqa, qui délimitent. ديليميت هي تحيط كي ديليميت دي زون ستابل، تحيط بمناطق هادئه يعني ما فيهاش زلازل ما فيهاش براكين. هاد المناطق الهادئه لي زون ستابل اون فا لي زابلي دي بلاك، سي سكون ابل اون بلاك. اون بلاك او لا صفيحة. دونك صفيحة الصخرية، داكشي علاش ما غاديش نوليو نهضرو على زحزحة القارات، وإنما غنوليو نهضرو على تكتونية الصفائح، يعني اللي كيتحرك هو الصفائح وليس القارات. في الجزء الثاني ديال الفيديو اللي غادي تلقاو لوليان ديالو، غادي نهضرو على أنواع الصفائح الصخرية وأنواع الحدود بين هذه الصفائح الصخرية. إذا شكرا، ونتلاقاو في الفيديو الثاني إن شاء الله.